وقد أهدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدى حفظه الله ورعاه رأسين من الخيل العربية البحرينية الأصيلة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا، وذلك تقديرا من جلالته للجهود الكبيرة لجلالتها في دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين. وبمناسبة مشاركة مملكة البحرين في مهرجان ويندسور الدولي للفروسية والذي أقيم للمرة الأولى في حديقة قلعة ويندسور الكبرى بالمملكة المتحدة، مؤكدا جلالة العاهل المفدى أن هذه المشاركة تأتي انعكاسا للتطور المضطرد الذي تشهده العلاقات الودية البحرينية البريطانية في جميع المجالات لكل ما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما الصديقين. وكانت مملكة البحرين شاركت بمجموعة من الخيل العربية البحرينية الأصيلة في الاستعراض الذي أقيم يوم أمس في الحديقة الملكية لقلعة ويندسور. وقد حازت هذه الخيول البحرينية على إعجاب الحضور لجمالها ونقاوة دمها والمحافظة عليها من قبل حكام البحرين الكرام، واشتهرت بعراقتها وندرة تواجدها خارج البحرين، مشيدين بجهود مملكة البحرين وحرصها على العناية والاهتمام بهذه السلالة من الخيل البحرينية الأصيلة، ومتمنين للقائمين عليها كل التوفيق والسداد.